كده انا عملت يو ار هوست ناو. ماشي كويس، انا هفتح الكاميرا يا جماعه. اهو مساء الخير عليكم. انا محمد تحسين، بشتغل في الاكسل بقالي مثلا حوالي 6 7 سنين. درست في كل الناس سامعاني ولا؟ حد هنا؟ مساء الخير. الو، انا مع حضرتك. معلش اصل الصوت ساعات بيروح ويجي كده. انا مع حضرتك. تمام، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يعني اتمنى الناس بس تشارك معايا بعد اذنكم يعني. تمام تمام. مساء الفل عليكم. انا اسمي محمد تحسين. انا ان شاء الله هبقى المحاضر اللي انا هدي كورس ان شاء الله المره دي. انا بدرس اكسل، او انا بشتغل بالاكسل بقالي حوالي 7 سنين. تمام، سامعيني كده كويس؟ الو، سامعيني كويس؟ اهلا بعض. ماشي، انا بشتغل في الاكسل بقالي 7 سنين. وان شاء الله ان شاء الله نبتدي ناخد الكورس سوا باذن الله، وهبتدي معاه من الاول خالص. انا هقفل الكاميرا عشان ساعات بيبقى الكونكشن عند الناس بيبقى بسيط شويه، فانا هقفل الكاميرا وابتدي اتكلم معاكم عشان الكاميرا اكيد بتسحب وبتضايق شويه. خلاص يا جماعه؟ تمام تمام كده. شكرا. احنا دلوقتي بقى معانا كام واحد دلوقتي؟ انا عايز بس اعرف احنا بقينا. احنا الصوت مش واضح خالص، انا مش عارف هو الصوت مش واضح ازاي. هو الصوت يا جماعه مش واضح عند الناس كلها ولا الصوت ده عند الناس بس؟ لما حضرتك الكاميرا لما وطيت الكاميرا، لما عملت الكاميرا الصوت بقى ظابط دلوقتي بالنسبه لنا. ما هي الكاميرا، ما المشكله ان الكاميرا ساعات بتضايق شويه. انتوا يا جماعه في حد هنا ما اشتغلش على الاكسل؟ انا ما اشتغلتش عليها خالص خالص. يعني ما تعرفيش عنه حاجه؟ لا بصراحه. حد هنا شغال في الاكسل؟ انا اشتغلت عليه داتا انتري. ايوه انا شغال، انا شغال عليه بس خفيف يعني. تمام كويس قوي. يعني هنبتدي ان شاء الله ان شاء الله نشرح الموضوع من اوله. يعني ككل حاجه صح كده؟ ان شاء الله. ماشي يا جماعه. بصوا هنا، انا هفتح دلوقتي شيت اكسل اللي هو عشان اوريكم بقى الدنيا مش ازاي كده. سوري. انا بفتح بس شيت الاكسل. على فكره يا جماعه، يعني حاولوا يبقى عندكم الانترنت كويس، لان انا هفتح الفيديو، فعشان الدنيا عندكم هتبقى يعني هتبقى ممكن تكون تقيله شويه، فحاولوا ان انتوا يبقى عندكم الانترنت كويس لو بعد اذنكم طبعا. انا هفتح دلوقتي، هعمل شير سكرين اهو عشان يبقى الناس معايا. اهو انتوا كده كلكم شايفين معايا صح كده؟ انا مع حضرتك. ماشي. بصوا يا جماعه، ده يعني انا نعمل كده شيت اكسل كده جديد لانج عشان تبقى الناس عارفه الاكسل عامل ازاي. بصوا لما بتيجي تفتحوا شاشه اكسل بتبقى بالمنظر الجميل ده. تمام كده؟ المنظر ده بيبقى دي الانترفيس او اللي هي الشاشه الرئيسيه بتاعه الاكسل. تمام جدا. انتوا معايا؟ يعني كل فتره والتانيه حاولوا تبقى ايوه احنا معاك كده، فاهم يعني؟ عشان بس ابقى عارف الناس معايا ولا لا. تمام ماشي. الفكره كلها ان احنا لما انت بتيجي تفتح شيت اكسل بيبقى ده البدايه عندك، دي اسمها العمود، ده اسمه عمدان، اسمها كولوم A B C D. دي كولوم 1 2 3 4 دي رو او صف. بنبتدي بقى نكتشف الحاجات دي كلها. اغلبيه الاكسل انت هتكتشفه هنا هيبقى في الحته دي، هيبقى هوم والداتا. دي اغلبيه الحاجات كلها هوم والداتا وممكن انسرت، اما بقيه الحاجات دي كلها ممكن ما تستخدمهاش، يعني بنسبه كبيره مش هتستخدمها. الاساسيات عندك الهوم والداتا والانسرت، غير كده بيبقى قليل. يعني الديفلوبر دي ما اعتقدش الناس حد هتستخدمها كتير. البيج لاي اوت برده بسيطه. الفورمولا عمرك ما هتفتحها اساسا، هتفتحها تعمل بيها ايه؟ الباور بيفوت والهيلب والكلام ده ما اعتقدش انت هتستخدمه. تمام كده يا جماعه؟ يعني كل فتره كده حاولوا ايه يعني تنبهوني بس. تمام.
بص بقى، لو احنا نبتدي نخش في الهوم، الهوم دي المفاتيح الاساسيه بتاعته كلها. اغلبيه المفاتيح اللي هنا في الهوم دي بتبقى هنا، يعني تقدر تعملها من هنا. يعني مثلا تبتدي مثلا هنا الكات، بس الفتحه مساء الخير. هو في حد عمال يلعب معانا؟ ماشي. بصوا يا جماعه، اول حاجه خالص هنا الكات، الكات دي لو انت عايز تاخد خليه من خليه، زي مثلا اللي هي مثلا هنا مثلا خليه فيها هنا واحد، وانت عايز تاخدها بدل ما تاخدها كوبي، في انت ممكن تاخدها كوبي من هنا او كات من هنا، لا تاخدها من هنا. الموضوع هنا زي هنا بالظبط. الفورميت بينتر دي اللي هي لو انت مثلا عامل مثلا الخلايا دي لونها اصفر، وانت عايز تعمل بقيه الخلايا كلها بنفس اللون ده، فانت بس كل عليك انت تيجي تقف هنا وتروح دايس فورمات بينتر وتنزل كده، هتلاقي الخلايا كلها اصفر. يعني الخلايا دي بتاخد خصائص الخليه دي. دي المربع ده يا جماعه اسمه خليه، تمام كده يا جماعه؟ هو ينفع حضرتك تشاور بالسهم بتاع الماوس عشان انا تايه. بصي الفورمات بينتر دي، دي سيبيها شويه كده، دي دي بتستخدم لو انت عندك الخليه مثلا دي لونها اصفر، دي اسمها خليه، المربع ده اسمه خليه، تمام كده؟ المربع ده ممكن اعمله مثلا اكبر الكتابه فيه، يعني بصي كل ما ادوس على حرف الاي الكبير ده الكلام بيكبر، تمام؟ اهي بقت كبيره اهي، تمام؟ واخليها مثلا بالكتابه لونها تركواز، واخلي مثلا الكتابه هنا او الخلفيه لونها برتقاني. فانا عايز اخلي بقيه الخلايا هنا بنفس الشكل ده، فبدل ما اجي على خليه خليه اقعد اعدل نفس التعديلات اللي انا عملتها دي، لا كل عليا ان انا هاجي اروح واقف هنا واروح دايس فورمات بنتر واروح ساحب من هنا لحد تحت، الشكل كبر اهي، حتى اللون اختلف. لما اجي اكتب هنا 3 هيبقى كبيره، لكن لو كتبت هنا 3 هتبقى صغيره. فاهمه؟ اه ماشي. طب يعني كده الكلام واضح شويه؟ تمام. طب استاذ محمد اتفضل حضرتك. تمام معلش، هو في حاجه بس اللي هو ما في يعني انا دلوقتي مش عارف اعمل ريكورد، يعني من اول هو من اول ما اعمل ريكورد وهبعت لكم. حاضر. تمام انا يعني كمان تحت امر. شكرا. بصوا يا جماعه ده الفورمات بينتر. لو انت عايز دي بقى الحته دي مختصه، حتى مكتوب عليها فونت اهي، فونت مختصه بالكتابه، لو انت عايز تغير انواع الخطوط، لو انت عايز تكبر الخط وتصغره، لو انت عايز تعمل الوان خلفيه، لو انت عايز تكتب هنا، لو انت عايز تخلي الكتابه بولد اللي هي مثلا كتابه تخينه او رفيعه او تخليه مايل وهكذا. هنا الالاينمنت دي اللي هي تنسيق الحروف، يعني مثلا هنخلي مثلا هنا 1 2 3، هتلاقوا لو تلاحظوا الكلام جاي. هو معلش بس اتفضل. السكرين عندي متعملها فريز كده من الشيت، يعني شيت ظاهر وكل حاجه، بس حركه الماوس بتاع حضرتك اللي عملت بولد اللي حددت الفريم، حددت السيل نفسها، مش ظاهر اي حاجه. عملها فريز. انا كمان برضه ماشي. حاضر. طب انا اشوف، ما انا مش فاهم يعني. طب ادوس مثلا هنا، ادوس هنا كويس كده، كويس ايوه كده مثلا الخط اللي انت رسمته ده بالظبط. بالظبط. انا معلش يمكن الماوس مش متشايف، بس انا في الريكورد عامل ريموت كنترول، مش عارف بس انا هقول انا هعمل مثلا الماوس اهو كده. انت شايفني؟ انت شايف الماوس؟ تمام. كان الماوس اتشاف؟ هو لما اختفى كان ما كان باين شويه. ظهر واختفى. لا مش شغال، بيظهر واختفي. هو غالبا حضرتك ممكن تكون عامل شير سكرين لحاجه غير اللي بتشتغل عليها اصلا. بالظبط، مش ديبليكيتد. شير على كده كويس. ايوه كده تمام. ايوه كده تمام. انتوا عارفين ان انا كنت شغال. طب انا كنت عمال اقعد اعمل الموضوع من بدري ولا ايه؟
هو من اول ما حضرتك فتحت ما كانش في حاجه ظهر. انا كنت عشان كده بقول لحضرتك الماوس فين اصلا. معلش انا اسف. من الاول. طب معلش لو انا من الاول ثاني يوم بعيد شويه حاولوا تلحقوني فاهمين. المهم يعني تجي بص انا جيت الحمد لله. بص يا جماعه هنا الالاينمنت, هنا الالاينمنت اللي هي ايه, الالاينمنت دي اللي هي الفونت دي, دي الحاجات البسيطه اللي انت ايه عايز تغير الصوت, عايز تغير قصدي الخط, تكبره تصغره تعمل له الوانات. هنا الالاينمنت دي اللي هي التنصيص او او تنسيق الكلام. بص لو طلعت 1 2 3 دي معموله في اليمين فانا عايزين اخليها في الشمال, هنيجي نحدد عليهم كده ونخليها هنا في الشمال, خليها في النص, خليها في اليمين وهكذا. فهمتني؟ هنا دي ما بنحتاجهاش قوي, دي الحاجات اللي هي بتبقى ديكريس ديسيمال وحاجات زي كده ما اعتقدش. ودي برضو الكلام اللي انت لو عايز تخليه بال اللي هو مائل, ازاي تعمل خط مائل وتكتب كلام مائل برضو ما لهوش لازمه بالنسبه لنا يعني, حدش بيستخدمه يعني, او قليل قوي اللي هو بيستخدموه اللي هو بتوع ممكن حضور وانصراف والكلام ده, بس ما لهاش لازمه برضو بالنسبه لنا. هنا لو انت عايز تخلي الكلام كله بالعربي من هنا ليفت ورايت وهكذا. الراب تكست, بص يا جماعه الراب تكست دي حلوه جدا. بص الراب تكست دي لو انت بتكتب مثلا هنا انا اسمي محمد تحسين, محمد تحسين تمام, وانا هكتب هنا جنبيها احمد مثلا. لو تلاحظوا محمد هنا مختفيه, هي هنا مكتوب اسم محمد تحسين لكن مختفيه, الكلام مختفي صح كده الاخر. فانت كل اللي تعمله راب تكست دي اللي هي بتخلي الكلام ينزل تحت بعض. راب تكست راب اللي هو تلف الكلام فاهميني. ميرج سنتر, ميرج دي اللي هي تخلي الكلام يعني تخلي الكلمتين دول تخليها واحده, يعني اعمل كده لو حددت عليهم كده واعمل ميرج هيقول اوكي هخليهم كلهم خليه واحده, يعني تيجي تنزل هنا تلاقي خليه بقت خليتين. دي اللي اسمها دمج. حاولوا بس يا جماعه تقفلوا بس يعني دمج الاف والجي بقوا حاجه واحده. بالظبط بالظبط بقت خليه واحده بالظبط تمام. برضو هنا برضو لو تلاحظوا بقى, بص الكلام ده بقى هنا دي في النص بس مش فوق, فتيجي هنا بقى نطلع هنا نعمل هنا نخليها في النص فاهماني. كلام زي كده. النمبر والنمبر والجنرال دي بتبقى اختيارات الخليه. الخليه دي مثلا يعني مثلا خليه هنا هو عاملها جنرال. بصوا يا جماعه الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها, انت هتستخدم جنرال, تستخدم نمبر, تستخدم تكست, اللونج ديت والشورت ديت تستخدمهم, لكن الاكاونتنج والكرنسي والبرسنتج دي مش كتير قوي. هوريك ازاي. بص المفروض ان الخليه دي تتقري 1 2 3 المفروض تتقري كنمبر يعني كرقم صح كده. فانا ممكن اخليها تتقري ككتابه. هوريك ازاي. بص حد هنا يا جماعه كان داتا انتري, في واحد كان قال لي ده اسمه كان داتا انتري هنا صح. الو مساء الخير. ايوه. انا بقول لك كان في حد هنا كان بيقول لي داتا انتري هي تستخدم اللي احنا بدل ما نخليها جنرال مثلا السيل مان يعني صغير بس ما طلعوش معاه. بص كده انتوا ممكن تشوفوه. بصوا يا جماعه بصوا هنا لما تيجي تختاروا هنا انت بتشوف مثلا تكتب مثلا وراكم رقم تليفون مثلا, هتكتب مثلا 012 ما اعرفش ايه 00000 تمام كده. المفروض ان الخليه دي اما اجي ادوس انتر ال 12 دي اختفت. حد خد باله من النقطه بالظبط؟ ايوه اختفت. الصفر على الشمال ملوش لازمه, مش معنى اهو. انت عشان تخلي لي معنى فلازم تخلي توقف على الخليه دي وتروح جاي هنا وتروح دايس تكست. لما تيجي بقى تكتب 012 معلش يا جماعه بس حاولوا بس تقفلوا المايك عشان المايك انا حاسس سامع اللي حواليكم. بص فالفكره بقى في ايه؟ الفكره ان انت خليت الخليه دي تتقري كتكست يعني كنص ككتابه صح كده؟ ما خليتهاش كتتقري كنمبر. لو انا حولت الخليه دي لنمبر بص ايه اللي هيحصل؟ هفتحها كده الزيرو اللي قبل ال 12 اختفت. بس كده دي حاجه من ضمن الحاجات اللي انتوا هتشوفوها. الكونديشنال فورماتنج والفورمات والكلام ده دي حاجات تخص الالوانات هنا. يعني انت مثلا عايز اعمل مثلا وليكن تيبل او جدول, هاجي احدد الجدول اللي انا عايزه واروح جاي هنا مثلا اختار بقى ايه. دي حاجات بتبقى جاهزه اهي, الوانات عايز اعملها تشيك بوكس كالكوليشن ما اعرفش ايه حاجات زي كده, دي بتبقى يعني حاجات بتبقى جاهزه فاهميني.
وتيجي تكتب اهي مثلا مثلا حامد احمد معرفش فاهميني محمد كده بيبقى الكلام بيبقى جاهز فيها. هنا الانسرت والديليت والفورمات دي بتبقى مختصة بلو انت عايز يعني شايف ما بين حامد واحمد انا عايز اعمل ما بينهم كتابة يعني يعني اكتب مصطفى مثلا ما بينهم فممكن اقف هنا على الصف ده كده واروح دايس كليك يمين واروح دايس كلمة انسرت هيروح منزل لي صف تاني ما بينهم. حد خد باله من اللقطة دي ولا لا؟ لا ممكن حضرتك تعيد اللحظة من اول تاني. بصوا يا جماعة دلوقتي انا عندي حامد وعندي واحد اسمه احمد او احمد ومحمد احمد ومحمد فانا عايز احط ما بينهم كلمة مصطفى تمام سامعيني؟ فانا عندي كذا حل. الحل الاولاني ان انا اجي هنا عند الصف ده اللي فيه محمد ده واروح دايس على الصف وادوس كليك يمين على الصف واروح دايس انسرت انسرت هي هي هيعمل لي صف قبليه اهو واكتب مصطفى تمام تمام ماشي. هينتهي انا هبعت لكم اللينك دلوقتي يا جماعه لو في انتهى السيشن هبعت لكم اللينك بتاعه تمام يا جماعه اهو مصطفى. طب ده اسم مصطفى اللي احنا عملناه دي بتيجي في انسرت انسرت دي احنا كده عملنا انسرت ايه انسرت رو يعني انسرت رو اللي هو انسرت صف. طب لو انا عايز اعمل انسرت خليه اروح واقف على محمد دي وادوس كليك يمين واعمل انسرت هيقول لي بقى انت عايز تخلي الكلام اللي تحت محمد ده ينزل محمد ده ينزل لتحت يطلع لفوق يجي يمين يجي شمال هقول لا نزل لي محمد ده تحت هيروح منزله تحت. حد خد باله ولا لا؟ تمام ايوه اخدت بالي تمام يا جماعه حاولوا بس تتفاعلوا معايا والله عشان بس ان شاء الله ان شاء الله تستفيدوا باذن الله. دي كده احنا خلصنا اللقطه دي ديليت وفورمات. لو انت برضو عايز تيجي هنا وتعمل ديليت كده انت دلت الصف كله خدوا بالكم انا دلت لو انا جيت ديليت ديليت سيل تمام هتدوس ديليت سيل لو دوست ديليت سيل يقول لي انت عايز السيل الخلايا اللي تحتيها تطلع لفوق اقول له طلعها لي لفوق اروح مطلعها لي فوق. اوتو سم وفيل والكلام ده دي بقى بعد كده. كده احنا عرفنا هوم يا جماعه صح كده؟ كده احنا عرفنا التاب اللي اسمه هوم معايا؟ تمام انا قلت تمام ده لقيت الكلام في صدى صوت تمام بص كده انتوا معايا كده يا جماعه كده كلكم؟ طب تمام الو انا مع حضرتك والله مع حضرتك والله انا عارف انت معايا والله. بصوا يا جماعه دلوقتي بقى انتوا اكيد جايين تحضروا الكورس ده عشان تعملوا الحاجات اللي انتوا جايين عايزين تعرفوها المعادلات صح ولا غلط؟ مظبوط صح كده. يعني اغلبيه الناس كلها جايه عشان تعرف ازاي تشتغل ازاي تعرف تعمل معادلات صح؟ بصوا بقى مظبوط تعالى بقى نبتدي في الشغل الاساسي بقى انا نقلتكم اهو على الشيت الكبير الضخم ده خلاص كده يا جماعه كلكم شايفين الكلام تمام شايفه ده شيت في دول في الريجن اللي هي المنطقه وفي طيب اللي هو كوزماتكس بقى ولا يعني بصوا من الاخر دي اغلبيه الريبورتات اللي ممكن تشوفوها في شغلكم او اي شغل تشتغلوه دي بتبقى اغلبيه الريبورتات او التقارير اللي انتم ممكن تشوفوها تمام كده يا جماعه. الريبورت ده ناخد بس منه كوبي كده عشان ابتدي اشتغل لك فيه. بصوا يا جماعه اعمل لكم بس ده اهو. بصوا يا جماعه الريبورت ده احنا عايزين اول حاجه نجمع نطرح نعمل كذا حاجه نبتدي بايه؟ تحبوا تبتدي بايه؟ بالجمع نجمع بصوا يا جماعه هنا لو احنا قلنا مثلا واحد وهنا واحد عايزين نجمع الاثنين دولت ده صم زائد ده نبتدي في الاول ده تمام يدينا اثنين انتوا معايا كده يا جماعه تمام باقي انا بلاقي في ناس انا معايا في سيتي مول وفي امير سعيد ومعايا صبري ومعايا رحمه صبري جميل جدا مع حضرتك يعني انتوا سامعين يعني
احنا معاك يا دكتور حبيبي. تسلم. بص يا جماعه هنا ده الجمع تمام. طب احنا دلوقتي لو انا عدلت هنا 6 مثلا هتبقى هنا 7 صح ولا غلط؟ طب دلوقتي لو انا عندي اكتر من اكتر من خليه زي مثلا انا عايز اجمع ده كله عايز اجمع كل العمدان دي كلها هنجمعها ازاي؟ بصوا بقى كده هنيجي هنا كان في حد كان بيتكلم من شويه اللي هو بيقول لك صم يعني يا ماشي صح كده. هنيجي تحت العمود الاخير خالص هنيجي هنا كده هنروح دايس يساوي صم او راح دايس وهتروح تعلم على كل ده بس كل ده تروح دايس ايه؟ كنترول شيفت تطلع لفوق خالص تروح دايس المعادله هنا المعادله تمام. لو تلاحظوا هتلاقي بص رقم طلع لي اهو الرقم كان 262106 يعني الرقم ده كله توتال ده كله 262000 تمام يا جماعه. طب دلوقتي انا عايز التوتال ده فين بالظبط؟ بصوا لو انت جيت وقفت هنا هتلاقي التوتال هنا اهو صم وقفت على العمود كله هتلاقي التوتال تحت اهو 262106 تمام كده. طب عايزين نطرح هنطرح ازاي؟ هنطرح مثلا 10 وهنا مثلا 6 مثلا يبقى ايه؟ هندوس يساوي 10 ناقص 6 هيبقى 4 الطرح نفسه الاسم نفسه المهم يعني مثلا ايه لو انت عايز تقسم ده على 6 وهنا 3 هندوس يساوي 6 سلاش 3 فيها الاثنين. طب عايز تجمع هتبقى 2 هنا 3 هيبقى يساوي 2 في دي اللي هي علامة النجمة يا جماعة اللي هي اسمها استريك 3 6. طب كده يا جماعة تمام. طب كده كده الدنيا بقت احسن شوية تمام. تمام كده الباقي بس اهم حاجه يبقى متابعني. طب تابعينك انا عارف حضرتك في ناس بس انا بقول لك في ناس معايا بس مش معانا انا حاسس محمد رمضان امير سعيد محمد مجدي لا انا هو موجود على واحد انا بس عايز بس الناس تشارك معايا يعني مش عايز الناس تبقى قاعده اسكت عايز لكم. هو انا محمد مجدي حضرتك سمعني طيب؟ انا معاك من اول محاضره والله ممكن حضرتك تنادي على واحد واحد مواظبه يعني انا بس بحب ان انا ايه ما بحبش حد ان هو يسقط مني بس. المهم بصوا بقى اللقطه الجميله طب احنا عايزين نجمع او نعد العمود ده فيه كام بني ادم يعني لو انت مثلا واحد شغال مثلا في الاتش ار فانت عايز تعرف كام واحد متوظف عندك تمام كده هتعملها ازاي؟ بص هو في كذا حل. اول حاجه خالص تيجي تقف هنا يعني مثلا تيجي مثلا تقف هنا مثلا هتلاقي تحت خالص اهو يقول لك العمود اهو 1001 انت بس لو شلت الحته اللي فوق دي هتبقى 1000 بالظبط يعني لو شلت العنوان هيبقى 1000. طب انا دلوقتي عايز احسبها بايد انا تمام. في معادله اسمها كاونت اي كاونت وجنبيها حرف الاي هندوس يساوي كده حد يعرفها يا جماعه؟ ايوه كويس كاونت ايه اهي بالظبط بالظبط كل عليك انك هتروح واقف تروح قافل الكورس تروح الكورس 1001 لو انا شلت العنوان يبقى 1000 بالظبط بالظبط. المعادله اسمها كاونت ايه بقى مش كاونت بي صح؟ كاونت ايه مش كاونت بي كاونت ايه مفيش معادله اسمها كاونت بي هو قصده ان العمود كله يعني لو انت ايه اللي هو الكولم ايه يعني عد الكولم ايه تمام لا, 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 لا هو لا مش لا بال لا 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 هي مش اسمها كاونت ايه يا جماعه بص كاونت انا سمعت حضرتك بتقول كاونت بي عشان كده لا 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 هي المعادله اسمها كاونت ايه اهي تمام المعادله هي اسمها كاونت مالهاش علاقه بالكولم بالبي ولا بالسي ولا بالجي لا 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 هي كاونت ايه تمام لو جينا نختار دي كلها كده يبقى من دي لدي يعني كل العمود بتاع الدي ده كله
نروح قافلين الكود وندوس انتر اقول لك 1001 كده يا جماعه. تمام ماشي مظبوط واضح. تمام كده كويس. طب لو انا عايز اعرف عايزين بقى نزود الحته شويه نزود الحته اللي هي ايه نخلي لو احنا عايزين نعرف تمام كاونت بس تعال نجرب هندوس كاونت حاجة معينة اللي هي ايه انا قصدي ان انا عايز اعد مثلا وليكن ليبيا دي قدامها كام فرع او كام نوع من الاكل هتعرفها ازاي مش بالكاونت. بصوا يا جماعة معلومة كده في الاكسل من ضمن الحاجات اللي هتشتغل عليها حاجة اسمها اف. حد سمع عن معادلة اف دي قبل كده او اف الشرط؟ ايوه. بصوا يا جماعة اف دي عبارة عن ان انت ازاي بتحط شرط للحاجة. يعني مثلا في كذا معادلة اسمها ماشي انا كده ابتديت اقول تسجيل تاني ونعمل شير سكرين ونبتدي نخش على دي كده حلو كده سامع. الله ينور عليك انا تشكر اول كده احنا ادمت ماشي كده دلوقتي يا جماعه بقى نبتدي نعد بشرط. بصوا يا جماعه في حاجات في الاكسل بتبقى الشروط فيها اي حاجه فيها شرط بتبقى فيها اف مثلا سامعني يعني اي حاجة فيها شرط بتكون اي حاجة فيها اف يعني count اف sum اف كله اف بتبقى على طول فيها تمام كده يا جماعة. طيب الشرط بقى عبارة بقى عن ايه بصوا بقى جماعة الشروط دي بقى بتبقى عبارة عن ايه بصوا احنا دلوقتي عايزين نعد الكلام اللي فيه ليبيا بس يعني احنا عايزين نعرف ليبيا دي قدامها كام قسم صح كده؟ تمام ثواني بس عشان ايه الناس عماله تدخل اهو انا عمال اقفل اهو. بصوا كده يا جماعه احنا دلوقتي عايزين نعد ليبيا دي فيها كام قسم. لو انت عايز تعرف كام قسم في ليبيا كل عليك انك بتيجي تقف هنا وتروح عامل فلتر وتروح سايب دي وتروح شايف ليبيا تكتب هنا ليبيا اهو هتلاقي مثلا في كام في حوالي 1 2 3 4 5 6 ست منتجات تمام كده يا جماعه. لازم محمد معلش هي الروم دي مش بتفتح مع ناس فين ده مش بصوا بقى رجاله بقى عشان اوريكم بقى حاجه كده حلوه قوي هتبسطكم جدا والله. دلوقتي انا عندي وليكن ليبيا وكندا تمام كده ركزوا بقى معايا هند اهي دخلت اهي دلوقتي. بصوا يا جماعه ليبيا وكندا هنكتب كلمه ليبيا هناخد كلمه ليبيا دي كده ناخدها كده كوبي وننقلها هنا كده تمام وكندا نفس النظام. ركزوا يا جماعه بالله عليكم في الحته دي حاولوا بس ايه تعملوا ميوت لكلكم وتسمعوا اللقطه دي. دلوقتي انا عايز اعرف ليبيا وكندا قدامهم كام قسم تمام يا جماعه التكتكه دي بالله عليكم يا عم. بص اللقطه دي بقى حلوه جدا هتروح دايس يساوي او ايكوال وهتروح دايس كاونت. بص لما بتيجي تكتب كاونت بيجيب لك كذا كاونت يعني ايه الكلام اللي فيه كاونت هتكتب كاونت اف اللي هي اف واحده مش اس اف واحده تمام. بصوا بقى يا جماعه اللقطه دي حلوه جدا هيقول لك الرينج ده انت بيقول لك انت عايز تعد ايه هتقول له انا عايز اعد اللي في القسم ده تمام كده معايا تمام. يا جماعه بالله عليكم يعني حاولوا تركزوا الحته دي قوي الحته دي هتعجبكم. يقول لي نعد من الاول نعيد من الاول احنا دلوقتي عايزين نعد كام قسم قدام كلمه ليبيا ليبيا دي قدامها كام قسم يعني... نعم الو من اول كاونت اف من اول كتابه المعادله بمجرد ما بدوس يساوي كده ركزوا يساوي او ايكوال حضرتك نعم وانا دخلت متاخر وكده في يعني مسجله المحاضره انا بسجل محاضره وحاضر عينيا ليكوا انا دلوقتي لسه اسمعيني بس في اللقطه دي
بصوا دلوقتي هندوس يساوي. احنا عايزين نعد كام قسم. احنا عرفنا دلوقتي ازاي نعد العادي كاونت. كاونت ايه؟ كاونت ايه ده يقول لك كده قد ايه؟ يقول لك مثلا دي كده فيها 1000 واحد. طب انا دلوقتي عايز اعد كام قسم قدام كلمه ليبيا، قدام دوله ليبيا. هروح دايس ايكوال كاونت، كاونت اف اهي تمام. يقول لك انت عايز تعد في انهي حته. اقول له انا عايز اعد الحته دي كلها، يعني انا عايز اعد كل اللي موجود هنا تمام. هروح دايس كوما اهي. حتى لما اجي ادوس كوما هتلاقي الكلمه اللي بعدها تقلب تمام كده يا جماعه. اول ما تدوس كوما يقول لك انت عايز تعد انهي كلمه. هقول له الكلمه دي ليبيا تمام. واروح قافل الكوس واروح دايس انتر. طبعا طلع غلط لان ليبيا بتبقى احنا محتاجين صح نعدها صح. نشيل كلمه ليبيا دي دي وهنحطها ما بين قوسين عشان ليبيا دي كلمه ليب يا. واروح قافل الكوتيشن قصدي واروح دايس انتر. كاونت اف طبعا عملتها. طب ايه المشكله؟ ثواني اهي. اروح دايس ليبيا عشان المفروض ان انا ليبيا لما باجي اختار هنا هيقول لي هنا هيقول لي كازماتكس حوالي 6. ف تعالى نجربها من اول تاني. هندوس يساوي كاونت. هو ممكن تعملها من الكوما كولم بتاع بي تختار منها. لا لا بي. لا اي حاجه. صح تصدق فعلا. معلش نسيت دي. يقول انت عايز تعد انهي حته هتقول الكولم بي صح. معلش هي دي فعلا الغلطه. انهي كرايتيريا هتقول له الكرايتيريا بتاعت ليبيا اللي هي دي. دوس نقفل الكوس ندوس انتر. ليبيا اهي بقت 6 و3. لو جينا نقف هنا ونكتب ليبيا، ليبيا 6 وقدامها 6 تمام. طب نيجي احنا مكتوبه 6 اهي. طب لو احنا قلنا مثلا تشاد، لو احنا عايزين نعرف دوله التشاد وحطيناها هنا وشدينا المعده دي لتحت كده سنه هتلاقيه بيقول لك التشاد دي 7. لو احنا جينا وقفنا ودورنا على كلمه التشاد هتلاقيها 7 حاجات، 7 حتت يعني 7 قطع يعني تمام كده يا جماعه. دي لو انت عايز تعرف كاونت ايه تمام كده يا جماعه. جلس دي كاونت اف. لو انت عايز تعد كام ليبيا دي كام مره او قدامها كام مره او كندا او تشاد. طب لو انت عايز تجمع حاجه معينه قدام كلمه ليبيا، يعني مثلا عايز اجمع مثلا ايه كام يونت هنا او كام برايس تمام، تبقى اسمها صم اف. الجمع يا جماعه اللي هي الارقام هتبقى صم. الكاونت بتعد حاجه عموما اذا كانت كلام او ارقام تمام كده يا جماعه. تمام. بصوا بقى يا جماعه الحته دي لما تيجي هنا تدوس دي هتبقى اسمها صم اف. صم هنيجي هنا هندوس يساوي ايكوال صم اف. الرينج بتاعها انت عايز انهي رينج؟ هتقول له الرينج اللي هو ده ليبيا اللي هو رينج. الكرايتيريا انت عايز تعد بانهي حته؟ اقول له دي انا عايز اعد دي بالظبط. بصوا يا جماعه معلش لحظه عايز بس اوريكم على الحته دي. ممكن بس تعملوا ميوت لحظه. انا بس هو على فكره ممكن من عند حضرتك لو في مثلا حد مش مركز او حاجه ممكن حضرتك تعمل ميوت اول. فعلا بالظبط. انا هعمل ميوت انا يا جماعه بعد اذنكم. بس انا هعمل ميوت للناس بس لحظه بعد اذنكم. يعني بصوا يا جماعه اللقطه دي جامده جدا. بصوا انت دلوقتي عايز تجمع اليونت برايس اللي هي دي اليونت برايس دي اللي هي دي اللي قدام كلمه ليبيا. فانت عايز تعدهم تعد يعني كام يونت برايس او تجمعهم كلهم. بص نيجي نقف هنا ونروح دايسي سم اف اهي. انت عايز اول حاجه بيقول لك الرينج. الرينج ده اللي هو ايه الكلمه اللي يعني النطاق ده اللي انت عايز تعد فيه انهي. هتقول له النطاق ده
النطاق اللي فيه البي كله اللي هو فيه كانتري اللي هو فيه جوه ليبيا. طب وبعد كده نروح لسين كوما الكرايتيريا. الكرايتيريا دي اللي هي انهي حاجه بالظبط اللي انت عايز تعد بيها، تقول له ليبيا هي اللي هي دي اللي هي الحته دي. بعد كده نروح لسين كوما تاني السام رينج، انت عايز تعد تجمع انهي، تقول له انا عايز اجمع اليونت برايس ده كله، انا عايز اجمع كل اللي قدام ليبيا يتجمع كلهم ويتحطوا قصادها، ونقفل الكوس وندوس انتر. بص اهو ونروح شادين ده لتحت. بص بيقول لك ليبيا كام؟ ليبيا 1354. لو انا جيت فلترت على كلمه ليبيا اهو، ليبيا، وجينا نقف هنا، بص 1354 اهي. تمام كده يا جماعه معايا؟ الموضوع حلو على فكره، هيعجبك. لا هي عجبتني اهو، هيعجبكم قوي على فكره. ده لسه، ده اصبر، ده هتنبسط قوي على فكره. بص يا جماعه انبسطتوا كده اهم حاجه؟ الو، دي كانت لذيذه، دي كانت اضافه لذيذه للموضوع. بس بالظبط كده. بصوا بقى يا جماعه، ده دلوقتي خالد، اسمعني خالد، انت انا بلاحظ ان انت بتسيب الموبايل مفتوح، و يعني فاهم يعني، حاول تبص عليه. تمام. بص 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 يا جماعه بقى، اسمعوني بقى كويس. الحته دي ممكن تستفيد منها في ايه مثلا؟ هقول لك تستفيد ان ممكن عايز تعرف كام واحد، يعني انا كواحد، انا افتح بس الكاميرا لحظه بس بعد كده يا جماعه، الكاميرا الموضوع هيبقى تقيل سنه. بصوا يا جماعه، انا واحد شغال HR payroll، انا شغال بعمل الكوميشن بتاعت شركه معينه، فانا ببقى عايز احسب عمولات لناس معينين، بيبقى طالع لي كذا عموله لكذا 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 قسم، مثلا باع مثلا خطوط، باع مثلا اجهزه، باع كذا حاجه، فانا عايز اجمع كل العموله بتاعته دي واعملها قدام البياع الواحد او السيلر الواحد. فالحركه دي على طول بعملها سام اف، اللي انا بيبقى عنده كذا نوع من انواع العمولات، فاهمني؟ فانا ببقى عايز اجمع كل عمولاته واحطها له قدامه بس. تمام كده يا جماعه؟ تمام. انتوا معايا صح؟ انا مع حضرتك. اه عشان اقفل الكاميرا. بصوا بقى كده يا جماعه، كاونت دي لو انت عايز تعرف، انت عايز تعرف يعني كام ليبيا دي موجوده كام مره هنا. وطبعا يعني بالطبيعي يعني اللي انت لما تعرف كام هنا فتعرف قدامها كام قطعه قدامها، يعني كام قسم قصادها. تمام كده؟ سام اف دي اللي بتبقى حلوه. يعني انا بصوا يا جماعه، لو انا جيت عدلت مثلا قصاد ليبيا دي في يونت برايس وخليتها مثلا 20,000 جنيه، هتسمع هنا 20,917 كده. رجع يبقى كده كاونت اف سام اف. نعم. الو، لا انا ما افتكرش ان في حد اتكلم يعني. ماشي بالظبط. ف احنا دلوقتي دي كده اللي احنا عملناه. وتعالى بقى نجيب بقى الحاجات اللي قبليها كمان عشان نبقى ايه، نبقى ظبطنا بقى كله، عشان نبقى كده الناس كلها تبقى عارفه احنا ابتدينا ازاي. احنا ابتدينا يا جماعه في صم عشان بس تبقى انتوا عارفينها، انا هعملها لكم هنا كده اهي. دي زي ايه؟ زي نجمعهم كلهم. صم دي ازاي؟ ان احنا بندوس ايكوال وبندوس كلمه صم، يعني ايه؟ زي ملخص كده بسيط وسريع، ونحدد اللي احنا عايزين نجمعه اللي هيكون اليونت برايس ده كله، ونقفل الكوس كده بقت 26,200 وما اعرفش ايه ورقم ده يعني. تعالى مثلا للكاونت، الكاونت بس، الكاونت ايه قصدي؟ كاونت ايه؟ هندوس بيساوي كاونت ايه اهي، ونروح جايين نختار كل ده ونقفل الكوس وندوس انتر، هتلاقي جايب لك 1001. في فرق يا جماعه صح، انتوا ممكن ما تاخدوش بالكم منه، فرق ما بين الكاونت والكاونت ايه، عشان دي ممكن تقابلك وتعمل لك مشكله وما تعرفش حلها ايه. بصوا يا جماعه، الفرق ما بين الكاونت والكاونت ايه ان الكاونت لوحدها بتعد ارقام فقط. نعم، يعني الارقام ارقام فقط، ما بتعدش حاجه. تمام. اما الكاونت ايه بتعد كله ارقام، فانت طبيعيا اشتغل احسن لك كاونت ايه. كاونت ايه عشان كاونت ايه دي، عشان لو انت غلطت يعني عشان لما تيجي تكتبها
تقول ازاي انا، طب ما انا كده كده اشتغلت على كاونت وما اعرفش ايه. لا، هي انت كده شغال على كاونت بس، لكن لو اشتغلت على كاونت ايه الدنيا تبقى احسن بكتير. حتى لو انا مش عامل المود من الجنرال يعني مش عامله ارقام، هيشتغل معايا تعد معايا لو انت مش عامله ارقام؟ لا، لو انت عامله ارقام بس. لو انا مثلا عامل هنا مثلا واحد وهنا اتنين، والمفروض ان تمام اعملهم جنرال، اعملهم تكست. هم متشافين كتكست بالظبط. لو انا جيت عملت كاونت، كاونت وعملت كده زيرو، لان دولت متشافين كانهم تكست، فلازم يتشافوا كانهم ارقام. يعني لو انا بمجرد ما اجي هنا وادوس هنا نمبر بتقرت واحد اهي، وادوس هنا واحد وادوس نمبر بتقرت بقت اتنين. تمام كده الكلام بقى واضح كده يا جماعه. انا عايز بس يبقى الناس معايا. مين تاني؟ انا عايز الناس ما بتتكلمش معايا بقى، عايزكم معاك والله تتكلم معايا دي يعني تخليها على جنب شويه عايزكم يعني. جماعه انتوا معايا ولا مع الاسف؟ معلش مع الاسف. هند، دعاء، صبري، مجدي، امير سعيد. هو صبري ناجي طالع بمنظرين؟ لا يا فندم. انت لابتوب وموبايل؟ ايوه ايوه بالظبط. عشان كده صبري متهيألي انت لما بتيجي تتكلم بحس بصدى صوت. انا للاسف السماعه بايظه ففتح عشان المايك بس. بالظبط بالظبط كده يا جماعه، كده انتوا تمام يعني. بصوا انا هديكم متهيالي كل حاجه تخص الاكسل. بصوا انا هتكلم بس معاكم بس. بصوا يا جماعه اسمعوني كويس. الهدف من ان انا بحب اقدم كورسات اكسل، لان الاكسل انت ممكن حرفيا تعرفه كله في 3 4 محاضرات، مش صعب. فان شاء الله ان شاء الله هحاول انا اسهلك خالص وتشتغل في الاكسل وتبقى برو فعلا. والله العظيم بكلم بجد. وعلى فكره صح العين بس بالشيء، انا عندي قناه على اليوتيوب اقدر بقدم فيها برضو اكسل وبعمل فيها حاجات كتير، والحمد لله قناه كبيره يعني، قناه حوالي 32,000 واحد. ف ان شاء الله هكمل معاكم واوريكم بقى شويه حاجات حلوه قوي. خلاص كده يا جماعه؟ خلاص تمام. بصوا قافل الكاميرا اهو. بصوا بقى انا اوريكم بقى على حاجه كده حلوه جدا كانت عجباني قوي وعايزه يعني اقولها لكم. بصوا يا جماعه دلوقتي لو انا عايز اعرف اعمل هايلايت على الارقام الكبيره، يعني يونت سولد دي ارقام كبيره 7000 7200 9000 وليكن، انا عايز اعرف اعلى الارقام ايه. بص في كده تول كده سحريه اسمها كونديشنال فورماتنج. حد سمع عن اللقطه دي قبل كده؟ يعني سمعت عنها بس تطبيقات فيها حاجات كده. بعرف مين اللي بيتكلم معايا. اللي بيتكلم معايا مين؟ ابراهيم علي، محمد رمضان، محمد خالد، محمد خالد محمد رمضان. معلش انا خالد دي كده على جنب عشان ابقى عارف مين اللي بتكلم معاه. بصوا بقى كده يا جماعه، الموضوع ده اختراع، بمعنى اختراع الموضوع ده هيعمل لكم هايلايت على حاجات تحفه التحفه. تعالى كده نبتدي يا جماعه. بسم الله. تعالى كده نبص على اليونت سولد دي، دوس على كونديشنال فورماتنج دي. يقول لك اول حاجه اعمل هايلايت. هايلايت اعمل هايلايت بقى على كذا حاجه، على كذا رول اهي. تحبوا نبتدي بايه؟ greatest، greater than. greater than يقول لك ايه الكلام او ايه الارقام اللي اعلى من، وليكن تعالى نبتدي مثلا ب 20,000. مفيش حد من اعلى من 20,000. طب اللي اعلى من 9,000 اهو. لما اجي اعمل 9,000 لا، وكمان اقدر اعمل الوانات كمان عليه. اقول له كاستم فورمات واعمل فيها كده، واقول له مثلا اللي اعلى من 9,000 اديله لون الاخضر. تمام حلو. دي بس كده من اللقطه دي عشان ايه ملهاش لازمه. لا استنى نرجع دي بس كده، نشيل دي نشيل دي بس كده من الحته دي. بصوا يا جماعه ده كده اللي اعلى من 9,000 تمام. طب تعالى مثلا نقول له، على فكره الموضوع ده هيجيبكم قوي على فكره. تعالى مثلا نقول له بتوين ده هو ايه؟ ما بين ال 4,000 تمام كده يا رجاله؟
6000 اديله لون اصفر. اصفر كويس يا جماعه. اصفر كويس. خلي الكلام مثلا والكتابه تبقى باللون الاسود اهو اهو ما بين ال 4000 و 6000 وهكذا بقى. الكونديشنال فورماتنج دي يا جماعه هتبسطكم بساط السنين بجد. الكونديشنال فورماتنج نعم. حد قال حاجه يا جماعه؟ ماشي المهم يعني هتبسطكم جدا. بص بقى الكونديشنال فورماتنج دي كمان تقدر تشوف بقى منها حاجات حلوه قوي. جيل ترزان اقل من ما بين اللي بيساوي تكست كونتين. تكست كونتين دي اللي هو ايه اللي بيحتوي على ديت دوبلي. بص بقى يا جماعه بقى دي بقى الاختراع الاختراع دي بالذات دي الدوبليكيت فاليوز. بص بقى انا هفتح بس الكاميرا لحظه معلش انا هتنى. بصوا الدوبليكيت فاليوز دي هتبسطكم جدا. دي انا بعاني منها انا شخصيا وشغال بيها يعتبر ديلي. بيقابلني مشاكل كتيره قوي ان بيبقى في واحد طالع له عمولتين واسمه متكرر مرتين. فانا عايز اعرف ايه اللي متكرر عندي في الجروب. سامعني يا جماعه؟ تمام. انا عايز اعرف ايه اللي متكرر عندي. اقول لك اقرب حاجه هي ايه؟ زي دي كده زي الكانتري. الكانتري اللي هي ليبيا وكندا وليبيا وما اعرفش ايه. فانا عايز اعرف ايه اللي متكرر. فكل عليا هقفل الكاميرا بس لحظه. تمام؟ هروح جاي هنا على الكانتري دي واروح عامل هنا وادوس هايلايت دوبليكيت. يا نهار ابيض ده كله متعمل ايه ده؟ ده كله موجود. طب كله متكرر. ناخد شويه كده منهم على جنب كده اهو صح كده يا جماعه. ونيجي نعمل هنا ونيجي هنا وندوس دوبليكيت. كده اهي ليبيا متكرره مع ليبيا. مونتينيجرو مونتينيجرو ده انت قريتها بسرعه جدا. انا ما اعرفش بقى مونتينيجرو دوله في افريقيا. ماشي كويس. اي مونتينيجرو اهي وليبيا. بمجرد ما اشيل لو انا شلت كلمه ليبيا دي هتلاقي ليبيا اللي فوق ابيضت. فهمت قصدي؟ تمام مكرره. دي بصراحه يا جماعه انا بقولها لكم والله دي اختراع بجد. انتوا دي لازم هتمشوا عليها على طول. الكونديشنال فورماتنج دي في الدوبليكيت ده بالذات. تمام. وهقول لكم بقى على حاجه كويسه قوي هتبسطكم جدا. فاطمه انت معايا؟ فاطمه لا فاطمه مش معايا. حد هنا يا جماعه شغال في رسال؟ حد هنا متطور في رسال؟ ايوه انا شروق مش فاطمه. انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف شروق. اوكي تمام معلش شروق انا اسف. بصي كده الحته دي هتبسطك قوي قوي قوي. انا مركزه معاك اصلا. تمام دلوقتي عايزه تحسبي تعرفي في واحد جه الكورس رساله. تمام. وعايزه تعرفي بياخد كام كورس. ولو طب ونخش على سيناريو تاني لو واحد جه رساله وعمل مشاكل وبقى عنده باد اتيتيود تعرفيها ازاي؟ فاهمه؟ دوبليكيت بالظبط. بصي اوريك بقى على حاجه بقى هتعجبك قوي. بصي يا ستي وليكن احنا ناخد نكتب مثلا كده شويه اسامي. مثلا تعالي مثلا كده نبص دي محمد. هنعملها هنا. لا محمد احمد مصطفى مينا مايكل. طب كده رجاله كده احمد. بصي كده بصي كده شروق الحته دي هتعجبك قوي. دوبليكيتنج اكيد سامعني؟ ايوه بيبقى عندك أيوة. اكيد اكيد شيت بالناس اللي موجوده في كل الكورسات. تمام. بمجرد ما تعملي كده وتعملي عليه هايلايت دوبليكيت بيجيب لك الاسامي الموجوده. يعني احمد اهو واحمد اهو مصطفى اهو مصطفى اهو. تمام كده دي حاجه بسيطه جدا. طب لو واحد عنده باد اتيتيود اللي هو جه وعمل مشاكل وانت مش عايزاه ان هو يحضر تاني. تمام معلش ممكن تعيد تاني؟ بصوا يا جماعه انا اسمعني كويس. ده الدوبليكيت فاليوز دي بتستخدم ان انت تعرف تطلع الارقام المتشابهه. عارف ايه مثلا؟ زي ارقام البطايق ارقام الموبايلات.
لو انت عايز ما يطلع لكش ارقام متشابهه، فاهمني؟ فانت بمجرد لما بتيجي تكتب هنا مثلا 0 12 1 2 3 4 5 و 0 12 4 8 مثلا و 0 12 1 2 3 4 5 بمجرد لا دي غير دي خالص، انا في واحد زي ده. بصوا انت دلوقتي وليكن بتعمل ريبورت وعايز ان انت بمجرد ما بتكتب رقم او بتكتب اسم، لو الاسم ده موجود عندك في الريكوردات القديمه او موجود عندك في الهيستوري القديم يعمل لك زي هايلايت عليه، صح كده؟ ما هو انت مش عايز تعمل نفس الكلام او نفس الكتابه هي هي وتعيد العميل هو هو. لو العميل موجود اه، يعني مثلا بتوزع جوائز، لو بتوزع جوائز على اشخاص معينين وفي واحد مثلا قال لك انا ما خدتش الجوائز دي، فانت بمجرد ما بتكتب اسمه بيظهر لك الهايلايت عليه. بص هقول لك دلوقتي ازاي. شايف دلوقتي مثلا كده اهو، انا هعمل هايلايت، هعمل قصدي دوبليكيت على الرقم ده كله، على الدوبليكيت ده كله، وليكن يا عم نمسح دي كده تمام، واكتب 012 1 2 3 4 او زود واحد كمان اهو. شفت عملت لونين اهو، خدت بالك من النقطه دي؟ فهمت؟ بتبين لك حاجات كتيره قوي زي ارقام البطايق، لو عميل رقم البطاقه بتاعته متسجل مرتين، رقم تليفونه متسجل مرتين، لو انت بتدي اي دي او بتدي مثلا رقم معين للعملاء فلو عميل كتبت اسمه يظهر لك مرتين. دي بتديك زي انديكيتور كده او مؤشر انت ازاي تعرف تطلع الناس الدوبليكيت او الناس المتكررين. تمام؟ نعم؟ تمام كده يا جماعه؟ تمام تمام. طب لو انت بقى عايز تشيل الدوبليكيت، يعني هو دوت الارقام بس ولا الاسامي كمان؟ اسامي كمان. بص اهو انا بقول لك، ما هي ليبيا اهي، ما احنا كنا واخدين في ليبيا ومونتينيجرو دي اللي احنا ما كنتش عارف اقراها دي. اهو لو انت جيت تكتب اهو 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 وعملت كده هايلايت على هاي دوبليكيت اهو، اهو ليبيا مع ليبيا ومونتينيجرو مع مونتينيجرو، صح كده يا رجاله؟ ماشي. بص بقى لو انت بقى عايز تشيل الدوبليكيت، يعني لو انت عايز تشيل يعني تبقى ليبيا مره واحده تبقى مونتينيجرو دي مره واحده، تعملها ازاي؟ هتيجي تقف هنا يا رجاله معايا؟ الو ايوه اه، ما حضرتك اتفضل. بص تقف على العمود ده كده كله وتروح دايس على داتا، داتا وفي حاجه اسمها ريموف دوبليكيت، ريموف دوبليكيت تمام، وهتروح دايس ريموف وهتدوس قول له اوكي كده اتشالت. بيقول لك في 12 واحد بقت هي تمام، يعني هو دلوقتي اهو كده اهو هم 11 واحد دول، ما بقاش في ليبيا، ما بقاش في ليبيا متكرر، ما بقاش في مونتينيجرو متكرره كتير. فهمتني كده يا جماعه؟ معلش ممكن تعيد بس الموضوع ده تاني؟ تعال نعيدها تاني. ده الطريقه ان احنا نعملها دي. بص اهي الكلام اهو متكرر، ليبيا مونتينيجرو ليبيا مونتينيجرو، صح ولا غلط؟ تمام اه. هنقف على العمود كله اهو ونروح رايحين على داتا، اهي داتا اللي انا قلت ان انت هتستخدمها دي، وفي حاجه اسمها في الداتا دي اسمها ريموف دوبليكيت. تمام. هيقول لك انت هتشيل من العمود زد ده، ايوه تقول له اوه آه ايوه صح، يعني تروح دايس اوكي اوكي خلاص ما بقاش فيه متكرر. تمام كده كويس؟ اه تمام تمام اهو. بص بقى احنا بقى نيجي بقى عند الحاجات بقى الجميله دي اللي هي مثلا ايه؟ الكونديشنال فورماتنج بقى، تيجي مثلا تيجي تقول له ايه؟ اعمل لي مثلا التوب 10، التوب 10 مثلا اعلى 10 اشخاص ايه؟ اهو يقول لك الاعلى 10 دولت. ممكن مثلا تقول له اعمل لي على التوب 10 برسنتج، البوتوم اللي هم اقل حاجه، ممكن تقول له مثلا باقل حاجه دي تخليها مثلا باللون اصفر مثلا اقل ارقام اهي 9 و9 وحاجات كده غريبه. داتا بارز اللي مثلا تقول له مثلا اعملها لي كاشكال وهكذا. شايفين يا جماعه كده كويس ولا لا؟
ايوه حاجات زي كده بقى كتير بتعمل بقى ايقونات وهكذا. اعتقد دي تبقى في البيس والكلام ده، الحاجات اللي بتبقى عاليه دي مش تبقى في البيس، اللي ساعات بتبقى الاسامي اللي جنبيها الاسهم دي يعني، وليها علاقه برضو بالستوك ماركت والكلام ده، الانفستمنت بالظبط. صح الستوك ماركت صح الانفستمنت بالظبط. الحاجات زي كده ده كده اللي هو الكونديشنال فورماتنج. بس كده دي انا حكيت لكم على الكلام ده، دي اغلبيه المعادلات اللي انتوا بتبقوا عايزين يعني اللي بتبقى الناس بتبقى شغاله بيها لحد ما. عنده اي استفسار عن اي حاجه، عنده مشكله كمان في لا تمام لحد هنا لحد كده اهو. بصوا لحد كده مع حضرتك اهو. بصوا انا بس عايز اقول لكم على حاجه، انا حددت لكم بس شويه حاجات بسيطه جدا اللي انا اقدر تفيد شويه. في معادلات كتير قوي زي ليفت ورايت والكلام ده بس الناس ما بتشتغلش بيها كتير. في معادلات زي كونكاتينيت والكلام ده برضه الناس ما بتشتغلش بيها كتير. حد سمع الاسامي اللي انا بتكلم فيها دي ولا لا؟ لا انا ما سمعتش عن النص. بص ممكن حضرتك نعم ايه تاني ايه الحاجات دي؟ بص في 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 معادلات بسيطه جدا بس دي ما لهاش استخدامات كتير زي نعم. حد بيكلمني؟ لا يا باشا كمل. بصوا انا اقول لكم بس على حاجه كده بسيطه جدا دي انا يعني ايه يعني بتبقى موجوده بس مش كتير، مش موجوده خالص يعني. ليفت ورايت دي، ليفت ورايت دي اللي هقولكم ازاي. بص شايفين مثلا كلمه ليبيا مثلا دي، انا افتح كده مثلا لو دوست مثلا ايكوال ليفت يقول لي انا عايز الكلمه دي تمام، بيقول لك اختار الكلمه دي، هي الكلمه هي مشهوره اهي. بعد كده تختار على تقول له انت عايز انهي حرف، يقول لك انا عايز اول حرفين من الشمال، هتقول له رقم 2 وتقفل القوس وتدوس انتر، يقول لك ال اي ليبيا ال اي. طب رايت تقول له مثلا دوس يساوي رايت، تقول له الكلمه دي برضو، وتقول له انا عايز اول حرفين او اول ثلاث حروف من كلمه كندا، اول ثلاث حروف اللي هي اي دي اي اللي هي اول ثلاث حروف. تمام كده يا جماعه معايا كده في الحته دي؟ اختصار لاسم البلد يعني، مش اختصار يعني، عارف اللي هي ايه بتبقى ما اعرفش الناس بتستخدمها بس استخداماتها قليله يعني. دي تبقى برضو من المعادلات البسيطة يعني. نعم؟ اختصار اللي بتجيب لك مثلا اول حرفين اول ثلاث حروف وهكذا. طيب تمام. كلمة كونكات دي كلمة اللي انا عايز اقولها لكم يا جماعة، المعادلة اللي انا عايز اقولها لكم اسمها كونكات. كونكات بتساوي ايه؟ ايكوال كونكات اول واحدة ايه؟ كونكات. بصوا يا جماعة الاسم ده كان طويل جدا اسمه كونكاتينيت. بص قد ايه الاسم ده زي مونتينيجرو اللي انت لسه قايلها من شوية خالد، صح كده؟ ايوه انت كنت بتقول حاجه اسمها مونتينيجرو. اه صح كده، وكنت بتقولها بسهوله. انا بقول لك كونكاتينيت دي برضو انت هتعطل فيها شويه عقبال ما تفهم عقبال ما تقراها بسرعه يعني. بصوا في معادله اسمها كونكاتينيت، كونكات اللي هي بتبقى اولها كونكات اهي. دي عارفين دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي بتلحم او بتعمل كلمتين في بعض يعني. شايفين مثلا كلمه هقول لك انا دلوقتي، شايفين مثلا كلمة كونكات اهي، لو الجبان دي هتدوس هنا وتروح دايس كوما وتروح قايل له هنا وتروح قافل الكوس. بص ايه اللي هيحصل، ايشيا جبان اللي هي لازقين في بعض. طب انت عايز تخلي ما بينهم قوسين او مسافه، هتدوس هنا وتروح عامل هنا زي هنا يعني زي كوما، وتروح عامل هنا زي المسافه بتتعمل في كوتيشن يعني في تنصيص علامات تنصيص، تروح دايس انتر ايجيا جابان. حد فاهم حاجه يا جماعه؟ حلوه دي. لا الحمد لله. لا ولا لا فاهم؟ لا الحمد لله مش فاهمين. لا انتوا كده فاهمين بجد ولا عيد من الاول؟ بص انا فهمت شويه يعني. طب اعيد لك الكاتينيت دي تاني؟ ما انت حضرتك بتقول ان هم يعني مش استخدامهم كتير يعني، مش انت حضرتك بس بتديهم لنا؟ لا بصراحه استخداماتهم مش كتير. تمام بس هي ايه الاستفاده منها؟ نعم
اللي استفاد منها عموما اصلا الايه اللي استفاد منها يعني استفدت منها في ايه الاستفاده منها زي لو انت مثلا عندك اليوزر الفيرست نيم واللاست نيم فانت بتبقى عايز تجمعهم الاثنين مع بعض تمام يعني مثلا عندك محمد الفيرست نيم واللاست نيم بتاعه تحسين بس ده في خانه وده في خانه فانت عايزه تجمعيهم زي مثلا انا فاهمك الشكل ده بيجي بالظبط كده بصوا الشكل ده بصوا الشكل ده بيجي كده بالظبط اعمل لكم بس شير سكرين هنا تمام كده كده الشاشه فاضيه صح محمد وهنا تحسين وهنا مثلا احمد تمام كده سامعيني كده يا جماعه فانتوا عايزين نجمع كل الاسامي دي مع بعض يعني محمد احمد تحسين فنعمل ايه بص يساوي كونكات ونروح دايس هنا ونعمل كوما بس ما بين الكوما والكوما لازم نعمل مسافه فتعمل ايه كوتيشن سبيس تدوس كده مسطره مره وتروح قافل الكوتيشن وتعمل تاني هنا وتعمل برضو مسافه وتعمل كوتيشن تفتح الكوس تقفله وهكذا وبعد كده دي ونقفل الكوس بص ايه اللي هيحصل اهي محمد احمد تحسين بدل ما كانت في كذا خانه بقت في خانه واحده حد فاهم حاجه طب ما ضمه اعمل لهم سيلكت هم الثلاثه واعمل ميرج ما هو بص اهو صح حلو الفكره دي حلو الفكره دي ركز بقى في الحته بتاعت الميرج دي بص لا حوارك اتفت لا حلو 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 فعلا الفكره حلوه فعلا صح اهي هتيجي هنا اهو ونعمل ميرج ميرج فين الميرج اهو ركز في الميرج اللي انا هعمله اثنين بيقول لي ميرجنج سيلز كيب ابر ليفت بيقول لك هيخلي اول واحده على الشمال هي دي الميرج يعني اول ما ادوس اوكي بص اللي هيحصل هيخلي محمد بس طب نرجع تاني في ميرج تاني بص اهو يقول لك مثلا ايه ميرج اكروس بص اوكي برده نفس النظام طب اي ميرج برده هتنتهي ان هي هتاخد واحده من الثلاثه ميرج بالظبط الميرج ثواني بس اعمل بس شير سكرين ونيجي عن الميرج ده صح احنا كده هنا احنا هنا لا احنا مش هنا احنا هنا صح كده يا جماعه في الميرج الثالث بالظبط كده كويس تمام ثواني بقى افتح بس كاميرا لحظه ده ثواني عالي اهو نعمل بس ادمت وبس هو لما حضرتك جيت عملت ميرج هي كانت كلمة محمد بس اللي كانت بتظهر احمد وتحسين بالظبط ما هو بيقول لك في الميرج انت مش هتعمل الميرج غير لحاجه واحده بس بس هي كده مش هتبقى زي كونكات خالص او كونكات ايوه بالظبط ما هو من ضمن الاقتراحات قال لك ما تعملها ميرج هو فعلا يعني فعلا السؤال فعلا صح قال لي طب ما تعملها ميرج ما هم الثلاثه ممكن يتضموا مع بعض يعني انا لو مكانه مش فاهم فيها هقول له صح ده ممكن صح ولا غلط بس هي الكات دي اللي بتفرق بقى في الحته دي هو مين اللي سالتني على حته هتفرق في ايه؟ انت ساشو مش متاكد ايوه انا اللي سالت حضرتك كنت هنستفاد منها في ايه؟ بالظبط بص يا شروق هي الاستفاده منها ان انت لو عملنا دي ما هو انت متهيألي يا شروق انت شغاله مثلا في رساله صح؟ طبعا في رساله؟ اه بالظبط فبيجي لك مش انت بتجي لك فورم من جوجل الناس الصوت بس مش واضح اقفل الكاميرا كده لحظه لا تمام عادي سامعني كده يا شروق مش انت بيجي لك تمام زي فورم كده من جوجل الناس اللي هي بتبقى كتبت فيها اساميها الفورم يعني مسجله في لينك فاوريدي بتظهر عندي في الشيت وكده بالظبط في من ضمن الفورم اللي بتبقى موجوده في الشات دي يا شروق بتبقى الاسم لوحده والاسم الاخير يعني بيقول لك ايه الفيرست نيم كذا واللاست نيم كذا بتبقى عايزه تضم الاثنين مع بعض دي اللي بتعمل اوكي تمام ماشي تمام طب معلش اتفضل نطور تاني ممكن نكتبه كله في خانة واحدة تمام بس مش هيبقى معانا يعني احنا محتاجين كلهم متضمين التلاتة سيلز ليه مع بعض بقية الرول لا لحظة فهمني تاني
يعني احنا دلوقتي عملنا السيل ده ضمناها لثلاثة سيلز تمام. ليه عملنا طبقنا نفس التأثير ده على بقية الكولم؟ بصراحة مش فاهم قوي يعني وضح لي اكتر. لو انت دلوقتي تكتب بايدك اكتب بايدك على على الاكسل انت ممكن تخش تكتب بايدك. انا دلوقتي كده يعني انا دلوقتي محمد احمد تحسين تمام السيل دي تمام. انا دلوقتي هضمتها فهي كنت عايزها اللي هي تاخد المساحه دي عشان تاخد الاسم تمام. ليه بقى طبقت التاثير ده على بقيه العمود؟ طبقت التاثير انا ما طبقتش تاثير ما احنا مثلا الخانه 5 جي و6 جي وكل اللي تحت في الخانه جي برضو متاثر عليها اللي هي معمول لهم ميرج للثلاثه سيلز. لا 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 مفيش. انا لو شدد المعادله تحت كده هتسمع يعني انا لو كتبت حاجه تحت لو كتبت حاجه تحتيها هتبان في سيلز صغيره. لا هتبان برضو نفس المساحه يعني بتاعتها دي. لو كتبت في حاجه فين في الجي يعني قصدك؟ ماشي 5 جي مثلا. 5 جي اللي هو 5 هي صح كده قصدك؟ تمام. يعني قصدك اكتب فيها حاجه مثلا ولا ايه؟ مش فاهم. يعني اكتب فيها أي. مثلا يعني اي حاجه مثلا يعني هو عايز يكتب اسم في المكان ده المسافه بتاعت الخانه نفسها واخده نفس التاثير بتاع الحجم بتاع يعني الخانه إن الكلمه دي واخده الكلمه الكبيره دي صح؟ ايوه ما هو بص ما هو احنا ما انت ممكن تصغرها اهو ما انت ممكن تعملها كده. بس انا هقول لك على حاجه صح من ضمن الحاجات صح يا جماعه انا عايز بس اوريكم حاجه من ضمن الحاجات اللي انتم ممكن تشوفوها في الاكسل ان انت تعرف ازاي تعمل حاجه اسمها فت يعني ان انت ازاي تنسق الاكسل كله يبقى متناسق. هوريك ازاي. بص هعمل شير سكرين للحته دي. الحته دي هتعجبك قوي. حد شايف معاك الشيت اللي شايفينه دلوقتي قدامكم ده؟ ايوه واضح. لا شايفين الشيت عامل ازاي؟ الشيت شكله غريب على فكره. هو داخل داخل في بعض بالظبط. طب انت دلوقتي عايز تخليهم كلهم يبقى بالظبط على اخر كلمه كبيره. يعني بص في احمد صغيره في مصطفى عبد العظيم قد كده في احمد عبد العظيم معرفش ايه حموده قد كده كبيره. فانت عايز تخلي على اكبر اسم هتخليها ازاي؟ تمام. بص بقى الحته دي الحته دي اختراع بجد. انت معايا شوف. ايوه مع حضرتك. معلش انا ارخم عليك شويه. بص لا لا تمام. بص يا جماعه الحته دي بجد بجد حرفيا هتقابلوها فعلا كتير وحلوه قوي. السؤال اللي انت سالته لي ده مش كان بيسال السؤال ده خالد؟ محمد خالد. ايوه خالد معلش انا لسه هتعرف عليك قريب يعني. وطبعا عندك صبر طالع لي بمنظرين وفي انت طالع لي بمنظر وعندك مين وشوق يعني وكل حد اللي انا دي الاسامي اللي انا لحد ما احفظها يعني في وداني ان شاء الله. بصوا يا جماعه الحته دي هتعجبكم جدا. شايفين الشيت ده شكله عامل ازاي؟ الشيت ده شكله مش حلو خالص. بص ربنا يكرمكم ان شاء الله وتشتغلوا في شركات كبيره وبتسحبوا ريبورتات من سيستم. السيستم بيطلع لنا الشكل المعفن ده. يعني تيجي تبعتوا تسحبوا ريبورت من سيستم بيبقى السيستم معفن بالمنظر ده كده. بيبقى الشيتات مش مظبوطه بتبقى الارقام كلها متداخله في بعض. عشان تعملوها بص كده فعلا. شايفين الكلمه دي كده؟ شايفين الحركه دي اللي ده المربع ده؟ ايوه. هتروح داس عليه كده لما تسلكت قول لي كله خلاص؟ خلاص؟ تمام. انت معايا صح؟ تمام. اه والله بص هتروح بص بقى جايين بقى عند اي عمود كده. شايفين علامه الكروس اللي ظهرت دي؟ دبل كليك صح. كويس اللقطه دي جايه ايه؟ اللقطه دي جايه صح؟ بص بقى شايفين بقى الكلام متداخل تحت بعضه السطور في بعض. هتروح جاي هنا بقى دي هتتجرب هنا كده دبل كليك تاني بس كده هنا الريبورت بتاعك. تمام. هي اتعملت على اكبر كلمه يعني شايف كانتري دي اكبر كلمه فيها ايه او شايف مثلا كلمه ريجن دي اكبر كلمه فيها ايه اسمها ايه سنترال امريكا اند ذا كاريبيان. بص كلمه كبيره جدا فهمتني؟ فهي تمام. اتفردت على الكلمه دي بس كده. مش ده كان سؤالك يا فندم؟ بالظبط. بس كده فهي اتفردت على الحته دي بس كده. فكده يعني
على فكره انا عندي حاجات كتير قوي في الاكسل، بس ان شاء الله انا يعني اديتكم كده دي الاساسيات. لو في حد عنده مشكله اساسا في الاكسل، اساسا بره اساسا من غير اي حاجه، يقول لي انا تحت امرك. بس انا كده قلت لكم على الاساسيات وبدايه الاكسل وكل حاجه، وان شاء الله ان شاء الله المحاضره الجايه اديكم بقى حاجات كده والله. طيب سؤال معلش، اتفضل. هي كونكيت دالة كونكيت بتعمل ميرج، كونكيت بتعمل ميرج بين اللي هو التكست بس ولا بتبقى ارقام كمان او غيره؟ تعال نجرب، تعال نجرب. بص اهو اخر بس حاجه بس عشان ايه ما اطولش عليكم، ثواني بس اعمل السكرين نخليها على ده. بص يا جماعه نخلي مثلا احمد ده ارقام 11 هيعملت ايه؟ محمد معلش انا اسف، معلش انا كان معاه موبايل بس دقيقه كده فما شفتش الحته بتاعت الشيت لما بيكون متلعبك كده بيتفك ازاي. معلش انا اسف، انا هرجع لك، انا مش هعمل اي حاجه. بص اهو الشيت اهو كده. مع صبري مع حضرتك بس تمام. كل عليك انك هتيجي تقف هنا في الحته الكبيره دي اللي هي الحته الاولانيه، تروح دايس عليه كده بيعمل سيلكت مول على الشيت كله. هو حضرتك عامل شير سكرين على ال انا مفيش حد قدامي. اه ماشي كده تمام كده. اه كده تمام كده. بص وريها له ثاني بقى. اه هتروح دايس هنا كده على الحته المربعه اللي فوق دي كده اهي. تمام 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 صبري. اه تمام مع حضرتك بالظبط. خليك معايا بس. تمام مع حضرتك ماشي. هنروح جايين هنا عند اي حاجه هتظهر لك كده علامه زي علامه الكروس تايم. تمام ضغط عليها مرتين دبل كليك ضغطتين اتفرد. تمام على اكبر كلمه في كل عمود، يعني اكبر كلمه خدت مساحه العمود كله خلاص. وبعد كده تروح جاي هنا ظبطت بالظبط. تمام تروح جاي هنا في الصفوف اهي، تروح داس مرتين ظبطت. تمام تسلم ايدك. تمام تعالى بقى ننقل بقى على اللقطه بتاعت الكونكات. اي كونكات اهي، انا هخلي مكان كلمه احمد اخليها مثلا كلمه 11 اهي ظهرت. تمام كده يا جماعه؟ تمام تمام كده بنات شباب. تمام 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 بس كده. فلو عايزين اي حاجه، لو تسالوا على اي حاجه انا تحت امركم ان شاء الله. ان شاء الله المحاضره الجايه هتبقى نعم كده. في اي حاجه يا جماعه عايزين تسالوا فيها انا تحت امركم. لو ان شاء الله، ان شاء الله المحاضره الجايه يعني ان شاء الله احكي لكم بقى على بقى ايه الاف المعادلات والحاجات الحلوه دي ان شاء الله اشرحها لكم. بصوا بعون الله تبقى الموضوع كله 3 4 محاضرات وخلاص على كده. انا باهلك بس للشغل بتاع ان انت شغال في الاكسل، معلش انا اللي جاي كورسات اكسل كانت مفصله قوي، مفصله مفصله جدا يعني. تمام اللي انت البيجنر ده كان حوالي 8 محاضرات. نعم هو هيبقى برضه الميعاد يوم الجمعه برضه نفس الميعاد الساعه 4؟ انا ممكن اخليها 3 ما عنديش مشكله. لا احنا عايزين نأخره نخليه الساعه 5 مثلا. والله انا بص بس 5 من 5 ل 7 هي صعبه يعني عليك. انا عندي انا اساسا انستراكتور جرافيك ديزاينر، فعقبال ما اخلص انستراكتور جرافيك ديزاين. انستراكتور جرافيك ديزاينر كلمه كبيره قوي. تصميم جرافيك كلمه كبيره قوي. فعقبال ما اخلص يعني بخلص على الساعه 4 بالظبط. ممكن نبتدي 4 ونص مفيش مشكله لو بعد اذنك طبعا يعني. تمام ماشي مفيش مشكله. تمام مفيش مشكله. بص كويس بالنسبه لك يا شو؟ لا تمام تمام شكرا يا جماعه. بس كده محمد بعد اذنك معلش انا اسف حاجه بعيد عن الكورس يعني. ممكن نتابع حضرتك في صفحه على الفيسبوك لحضرتك؟ يعني شرفنا يكون عند حضرتك اصدقاء يعني. اه انا عندي طبعا طبعا. بص اقول لك على حاجه، انا عندي يوتيوب كمان اسمها انا بطلعها دلوقتي يعني. عندي قناه. تمام. القناه دي يعني انا عامل فيها اكسل شويه وعامل فيها كذا حاجه يعني، مش حاجه واحده يعني. تمام تمام. اهو انا بوريها لكم اهي، انا بطلعها اهو دلوقتي اهو. القناه حوالي 32 واحد اهو، 32000 واحد.
اهي القناة اهي انا بعتها لكم لما بعتها لكم على الجروب دي قناتي اهي انا حتى بعمل اهو حتى بعمل لكم شير سكرين على الجروب صفحه الفيسبوك الفيسبوك حاضر على الفيسبوك والبوس اكسل اهو انا عامل حتى شير سكرين للاكسل عامل اكسل كده شويه بلاي ليست الاكسل هتعجبكم ان شاء الله بس كده يا جماعه انا كده اقفلها اهو وارجع للاكسل اهو بس كده وانا معاكم حاضر الفيسبوك وانا تحت امركم حاضر تحت امر تسلم تشكل لكم يا جماعه وكان معكم محمد تحسين من قناه سير شكل انا اسمك بس تمام الريكورد نعم الريكورد الفيديو اللي حضرتك سجلته ايوه هرفعه على اليوتيوب حاضر وهبعته لك حاضر عينيا اوكي طب في اي تاسكات او اي حاجه مطلوبه منه ناس كبيره بتعرف تتعامل لوحدها يعني شكرا شكرا لحضرتك طب انا بس يا استاذ معلش اخر سؤال معلش ممكن حضرتك برضو تبعت الشيت الاكسل ده يعني انا محتاج شيت اكسل يبقى فيه داتا عشان اقدر اشتغل عليه لو ينفع هبعت لك شيت الاكسل بالله بالله عليه كله انا حاضر شكرا تحت امرك ماشي شكرا تحت امرك مع السلامه